بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية في الفقرة إن شاء الله سنستكمل معها المصطلحات التي رأيناها فيما سبق والمتعلقة طبعا بالمطار أو بالرحلات عبر الجو. نأخذ مثلا هذا النص prendre l'avion يعني أن تأخذ الطائرة. إذن كما نقول هنا أخذ الطائرة بمعنى آخر أخذ الطائرة. إذا نتكلم هنا عن الverb prendre يعني أخذ. إذا كما نلاحظ il est 12h30 إنها 12:30. إميلي إماكس arrive à l'aéroport international Charles de Gaulle. إميلي إماكس arrive à l'aéroport international Charles de Gaulle. إذا إميلي وماكس. إذا نتكلم عن شخصين arrive أنهما يصلان. طبعا عندنا هنا لو فيرب arriver à l'aéroport international. إذا هما يصلان إلى المطار العالمي أو الدولي شارل دوغول بفرنسا. نتكلم عن مطار بفرنسا. ils ont un vol pour Montréal. إذا هم لهم طيران كما نقول. المقصود أنه عندهم رحلة pour Montréal إلى مدينة مونتريال. à 15h18. إذا مع الثالثة مساء و18 دقيقة. il cherche le panneau d'affichage. إذا هما يبحثان. عندنا هنا لو فيرب شيرشي لو بانو دافيشاج. إذا هما يبحثان عن لوحة الإعلان كما نقول. نتكلم هنا عن اللوحة الإلكترونية التي يعلن عليها ذهاب وإياب الطائرات. ذهاب وعودة الطائرات. il cherche le panneau d'affichage des vols. إذا هما يبحثان عن لوحة إعلان طيرانات كما نقول. إذا هما يبحثان عن لوحة إعلان الرحلات. ثم ils vont enregistrer leur bagage. ثم هما يذهبان. طبعا ils vont هذا لو فيرب aller. نقول je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont كما عندنا هنا. ils vont يعني هم يذهبون أو كما عندنا هنا هم يذهبان. enregistrer يعني يذهبان لتسجيل. enregistrer المقصود بها سجل. إذا ils vont enregistrer هم يذهبان لتسجيل leur bagage يعني أغراضهم. يعني غيسجلوا الباليزات اللي عندهم مثلا أو الأغراض اللي معاهم. إذا ils vont enregistrer leur bagage هما يذهبان لتسجيل أغراضهم. ثم عندنا هذا الحوار. بونجور مدام. بونجور مسيو. يوم سعيد سيداتي. يوم سعيد سيدي. Vos billets et passeports s'il vous plaît. تذاكركم وجواز سفركم s'il vous plaît من فضلكم. Bonjour les voici. يوم سعيد آية. إميلي إماكس يسأل موظف الطيران. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vos billets et passeports s'il vous plaît. تذاكركم وجواز سفركم من فضلكم. Bonjour les voici. يوم سعيد ها هي. Merci. شكرا. Vous avez des bagages en soute. طبعا سوت المقصود بها مخزن الطائرة. إذا هل أنتم عندكم أغراض؟ هل أنتم عندكم حقائب مثلا في مخزن الطائرة؟ بوزيلي سيغ لا بالونس. بوزيلي عندنا هنا الفيرب بوزي يعني فعل وضع. بوزيلي زاردواس يعني ضعوا الألواح. بوزيلي يعني ضعوها. ضعوا هاد الأغراض. المقصود هنا poser les bagages ou bien poser vos bagages. ضعوا
أغراضكم. إذن هنا عندنا أوزيلي، ضعوها سيغ لا بالونس فوق الميزان، ضعوها فوق الميزان حتى نزناها ونرى هل هي من الوزن المسموح به. أوزيلي سيغ لا بالونس، أوزيلي سيغ لا بالونس، ضعوها فوق الميزان. ثم يسأل إيميلي إماكس، ثم يسأل إيميلي إماكس كيل لو بوا ماكسيموم دي باجاج، كيل لو بوا ماكسيموم دي باجاج، كيل لو بوا ماكسيموم دي باجاج، كيل لو بوا ماكسيموم دي باجاج. ما هو الوزن الأقصى الخاص بهذه الأغراض؟ ما هو الوزن الأقصى؟ المقصود هنا ما هو الوزن الأقصى المسموح به دي باجاج، الخاص بالأغراض أو الخاص بهذه الحقائب. تقول المضيفة مثلا 23 كيلوغرام، 23 كيلوغرام par bagage en soute، 23 كيلوغرام par bagage en soute. إذن هو 23 كيلوغرام لكل حقيبة en soute في مخزن الطائرة، 23 كيلوغرام par bagage en soute. Avez-vous des bagages à main؟ Avez-vous des bagages à main؟ هل عندكم حقيبة في اليد؟ هل عندكم حقيبة مثلا ستأخذونها معكم إلى الطائرة؟ Avez-vous des bagages à main؟ يقول ماكس مثلا Oui nous avons un bagage chacun، Oui nous avons un bagage chacun، نعم نحن عندنا حقيبة لكل واحد. Oui nous avons un bagage chacun. تقول المضيفة مثلا Très bien، جيد جدا. Voici vos billets، Voici vos billets، Voici vos billets، ها هي تذاكركم. سياج 17A و 17B، فلتذهبوا إلى الشباك 17A و 17B. Embarquement porte 11، الركوب من باب 11، Embarquement porte 11، الصعود إلى الطائرة يكون من باب 11. Bon voyage، رحلة جيدة، رحلة طيبة. Bon voyage. Merci. Au revoir. شكرا. إلى اللقاء. Merci. Au revoir. شكرا. إلى اللقاء. Ensuite, Emily et Max doivent passer le contrôle de sécurité pour chercher la porte 11. Ils s'installent dans la salle d'attente. Ensuite, Emily et Max doivent passer le contrôle de sécurité pour chercher la porte 11. Ils s'installent dans la salle d'attente. Ensuite, بعدها, Emily et Max, إذن Emily و Max, doivent passer le contrôle de sécurité. إذن عليهما doivent. عندنا le verbe devoir. On a le verbe devoir. عندنا فعل توجب. إذن يتوجب عليهما. Emily et Max doivent. إذن Emily و Max يتوجب عليهما passer. أن يمضي أو أن يمر، أن يمضي ماذا؟ لو كونترول دو سيكوريتي، مراقبة السلامة كما نقول، مراقبة الأمان كما نقول. بوي شيرشي لا بورت 11، ثم بعدها سيذهبان للبحث عن باب 11، ثم بعدها سيذهبان للبحث عن الباب رقم 11، باب الصعود إلى الطائرة. إيل سانستال دون لا سال داتونت، il s'installe dans la salle d'attente. إذن هما يجلسان في قاعة الانتظار، إذن هما يجلسان في قاعة الانتظار حتى يحين دورهما. مدام سيو، nous annonçons le vol numéro 1235 à destination de Montréal، départ prévu à 15h18 en embarquement porte 11. سيداتي سادتي، nous annonçons، نحن نعلن، le vol numéro 1235، نحن نعلن الرحلة رقم 1235 à destination de Montréal، في اتجاه مونتريال. إذن في اتجاه مونتريال. départ prévu، انطلاقة مبرمجة، مرتقبة. le verbe prévoir، أنك ترتقب شيئا، ترتقب حصول شيء لم يحين بعد.
إذا نتكلم على الverb prévoir. départ prévu إذا نتكلم عن رحلة مرتقبة. à 15h18 على الساعة الثالثة وثمانية عشر embarquement porte 11 إذا نتكلم عن الركوب من الباب رقم 11 dans l'avion الآن في الطائرة الآن في الطائرة Emily s'assit côté fenêtre Emily s'assit côté fenêtre Emily s'assied Emily s'assied côté fenêtre إذا نتكلم عن إيميلي أنها تجلس côté fenêtre من جانب النافذة côté fenêtre عندنا هنا لو فيرب s'asseoir قلنا لو فيرب s'asseoir عندنا فعل جلسة كما نقول أن أجلست نفسها Emily s'assied côté fenêtre. Emily تجلس بجانب النافذة. Max côté couloir. Max côté couloir. Max يجلس بجانب الممر. الممر الموجود في وسط الطائرة. إذا Max côté couloir. Max يجلس côté couloir بجانب الممر. Les hôtesses arrivent et présentent les consignes de sécurité. المضيفات تصل et présente ثم تقدم. عندنا هنا لو فيرب arriver فعل وصل ثم عندنا لو فيرب présenter ثم فعل قدم. Les hôtesses arrivent et présentent les consignes de sécurité. Les consignes de sécurité. المضيفات تصل وتقدم نصائح السلامة. نصائح السلامة. إذا المضيفات تصل وتقدم نصائح السلامة. مدام مسيو. مدام مسيو. بونجور اي بيانفوني أبور. مدام مسيو. بونجور اي بيانفوني أبور. إذا سيداتي سادتي. يوم سعيد ومرحبا أبور. يعني على متن. المقصود هنا مدام مسيو بونجور اي بيانفوني أبور دو لافيون. أبور دو لافيون. أبور دو لافيون. مرحبا بكم على متن الطائرة. أبور كما نقول على متن. المقصود هنا أبور دو لافيون. على متن الطائرة. Nous allons vous présenter les consignes de sécurité. نحن سنقدم لكم نصائح السلامة. Nous allons vous présenter les consignes de sécurité. نحن سنقدم لكم نصائح السلامة. Chaque fois que le signal est allumé, في كل مرة عندما تشتعل الإشارة chaque fois que le signal في كل مرة عندما الإشارة est allumé أن تشتعل le verbe allumé يعني أنك تشعل شيئا هنا عندنا le signal est allumé الإشارة تشتعل كما لو نقول بأن الفعل مبني للمجهول عندنا هنا لو فيرب voix passive قلنا لو فيرب voix passive يعني عندنا الفعل كما لو نقول مبني للمجهول chaque fois que le signal est allumé في كل مرة بأن الإشارة مشتعلة كما لو نقول أو تشتعل vous devez attacher vos ceintures de sécurité vous devez يتوجب عليكم attacher أن تربطوا attacher يعني أنك تربط vous devez attacher يتوجب عليكم ربط votre ceinture أحزمتكم de sécurité للسلامة إذن عليكم أن تربطوا أحزمتكم الخاصة بالسلامة pour détacher votre ceinture soulevez la partie supérieure de la boucle pour détacher votre ceinture soulevez la partie supérieure de la boucle لكي تفكوا أحزمتكم soulevez ارفعوا عليكم أن تضغطوا على شيء ثم ترفعوا كما نقول إلى الأعلى soulevez ارفعوا la partie supérieure الجزء الأعلى de la boucle ارفعوا الجزء الأعلى كما نتكلم عن حاجز صغير يمنع الحزام من أن يفتح soulevez la partie supérieure de la boucle إذن ارفعوا الجزء الأعلى il est strictement interdit de fumer dans l'avion.
إلي ستريكتومون، كما نقول أنه بشكل قطعي. إلي ستريكتومون، كما نقول أنه بشكل قطعي انتيردي، ممنوع دو فيمي أن تدخن أو التدخين دون لافيون، في الطائرة. إذن هو بشكل قطعي ممنوع التدخين في الطائرة، إيكومبخي دون لي تواليت، بما فيه إيكومبخي. طبعا لو فيرب كومبخوندر كما تنعرفو أنه تعني فهمة، لكن في الحقيقة وقبل هذا أنه تعني تضمن، إيكومبخي يعني كما نقول هنا يتضمن فيه، يتضمن فيه، نتكلم عن هد المنع أنه يتضمن فيه دون لي تواليت، دون لي تواليت، أنه يتضمن فيه دو فيمي دون لي تواليت، بأن تدخن في المراحيض. هو ممنوع بشكل قطعي أن تدخن الطائرة بما فيه كما نقول في المراحيض، المقصودون بما فيه التدخين في المراحيض. إذن il est strictement interdit de fumer dans l'avion. Il est strictement interdit de fumer dans l'avion, y compris dans les toilettes. En cas de dépressurisation, en cas de dépressurisation, في حالة نزول مفاجئ للضغط الجوي، طبعا عبر الطائرة ممكن تجد نفسها كما نقول في لحظة ما في منخفض جوي أو في مكان ينخفض فيه الضغط الجوي، أكيد سيؤثر على الجسم وممكن يتعرض الجسم للغيبوبة. En cas de dépressurisation، في حالة هبوط مفاجئ للضغط الجوي، un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Un masque à oxygène. إذن هناك قناع خاص بالأكسجين، قناع خاص بالأكسجين، طومبا أنه يسقط، أنه سيسقط. عندنا هنا الفيرب طومبي أو فيتور سامبل، أوتوماتيكمون يعني بشكل أوتوماتيكي. إذن هذا الماسك سيسقط بشكل ذاتي، الماسك يسقط بشكل ذاتي، أفوت بوطي يعني في متناولكم، في متناولكم، يعني أنه سيكون في متناولكم. تيغي سور لو ماسك، إذن عليكم أن تجروا فوق هاد القناع بوغ ليبيغي الأكسجين، لكي تحرروا الأكسجين، بمعنى آخر ليخرج الأكسجين. إي بلاسي لو، ثم ضعوه، المقصودون إي بلاسي لو ماسك، يعني ضعوا الماسك، ثم ضعوا القناع. إي بلاسي لو، ثم ضعوه sur le visage، sur votre visage، على وجهكم. عندما تجر من عليه مثلا زرا ما أو شيئا ما على الماسك لتحرير الأكسجين، إذن بعدها ضعوه على وجهكم لكي تستنشقوا الأكسجين. une fois votre masque ajusté، بمجرد une fois، كما نقول هنا مرة واحدة، طبعا une fois تعني مرة واحدة أيضا، لكن هنا تعني بمجرد une fois votre masque ajusté، بمجرد أن قناعكم يسوى كما نقول، أنه يأخذ مكانه على وجهكم، أنه يتم تركيبه بشكل جيد على وجهكم. il vous sera possible d'aider d'autres personnes، 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 il vous sera، سيكون لكم، possible ممكنا، d'aider d'autres personnes، مساعدة أشخاص آخرين، بمجرد أن تسووا أقنعتكم على وجوهكم يمكنكم حينئذ مساعدة الأشخاص الآخرين الذين لم يستطيع بعد تركيب هاد القناع. il vous sera possible d'aider d'autres personnes en cas d'évacuation، en cas d'évacuation، في حالة الإخلاء ممكن تقع للطائرة
بعض المشاكل ويراد بعد ذلك إخلاء الركاب اون كا ديفاكياسيون. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب ايفاكيي فعل اخلى اون كا ديفاكياسيون في حالة الإخلاء دي بانو لي مينو سورتي. إذا هناك لوحات مضيئة طبعا في المؤنث نقول لومينوز لومينوز. طبعا هنا نتكلم عن دي بانو كلمة مذكرة. إذا دي بانو لي مينو إذا نتكلم عن لوحات مضيئة سورتي مكتوب عليها خروج فو بيرميت دو لوكاليزي تمكنكم. هذا لو فيرب بيرميتر هذا لو فيرب بيرميتر هذا فعل مكنة. فو بيرميت دو لوكاليزي تمكنكم من أن تحددوا تتعرفوا هذه الحاجة فين كاينة. فو بيرميت دو لوكاليزي تمكنكم من أن تحددوا لي زيسيو دو سكور تمكنكم من تحديد نوافذ النجدة. أو كما عندنا هنا طبعا لي سيو المقصود به مكان الخروج. إذن هنا طبعا المقصود به النوافذ دو سكور الخاصة بالنجدة. روبيري مانتونون لا سورتي لا بلو بروش دو فوتر سياج. روبيري مانتونون لا سورتي لا بلو بروش دو فوتر سياج. إذن روبيري إذن علموا عليكم أن تضعوا بذاكرتكم منذ الآن لا سورتي يعني مكان الخروج. لا سورتي يعني الخروج المقصود هنا مكان الخروج. لا بلي بروش دو فوتر سياج لا بلي بروش دو فوتر سياج الأقرب من مكانكم الأقرب من كرسيكم كما نقول. عليكم أن تضعوا في حسبانكم منذ الآن المكان الذي يتوجب الخروج منه في حالة وقوع طارئ. Repérez maintenant la sortie la plus proche de votre siège. Elle peut se trouver derrière vous. يمكن أن يوجد خلفكم. Elle peut se trouver derrière vous. Les essuies de secours sont situées de chaque côté de la cabine. Et dans les essuies de secours, إذا نتكلم عن نوافذ النجدة sont situées هي متموقعة كما نقول هي متموقعة دو شاك كوتي دو لا كابين دو شاك كوتي دو لا كابين من كل جانب للمكان الذي تجلسون فيه. لي زيسيو دو سوكور لي زيسيو دو سوكور سون سيتوي دو شاك كوتي دو لا كابين دو شاك كوتي دو لا كابين. الافون نتكلم هنا عن نوافذ النجدة انها متموقعة في كل مكان بمكان جلوسكم بغرفة جلوسكم كما نقول. الافون يعني في الامام او سونتر في الوسط الاغيير يعني في الخلف الاغيير في الخلف. و ايفاكوي لافيون من اجل اخلاء الطائره و ايفاكوي. اذا نتكلم عن ايفاكوي الذي ذكرنا قبل قليل ومنها ليفاكياسيون يعني الاخلاء. و ايفاكوي لافيون من أجل إخلاء الطائرة سويفي لو ماركاج لومينو سويفي لو ماركاج لومينو اتبعوا التحديدات كما نقول المضيئة اتبعوا التحديدات المضيئة. وضعت أضواء على طول الطريق الذي سيؤخذ من أجل إخلاء الطائرة. إذا طريق الخروج كما نقول من الطائرة أو ممر الخروج من الطائرة وضعت على جنباته ديماركاج لومينو كما نتكلم عن علامات مضيئة كما نتكلم عن علامات مضيئة كما نتكلم عن علامات مضيئة أو تحديدات مضيئة تحدد للناس مكان الخروج. لوجيلي دو سوفتاج اي سيتوي سو فوتر سياج لوجيلي دو سوفتاج اي سيتوي سو فوتر سياج سو فوتر سياج. إذا نتكلم عن سترة النجدة لوجيلي دو سوفتاج إذا نتكلم عن سترة النجدة إي سيتوي إذا نتكلم عن سترة أنها موجودة إي سيتوي كما نقول أنها متموقعة. لوجيلي دو سوفتاج إي سيتوي
إذا كما نقول بأن سترة النجدة متموقعة أو موجودة sous votre siège تحت كرسيكم sous votre siège تحت كرسيكم gonflez-le en tirant sur les poignées rouges gonflez-le يعني انفخوها gonflez-le يعني انفخوها en tirant sur les poignées rouges إذن انفخوها بجر اليد الحمراء انفخوها بجر اليد الحمراء المقصود عندما تجدون هذه السترات الخاصة بالنجدة جروا ما عليكم إلا أن تجروا من على اليد الحمراء أو الأيادي الحمراء لكي تنفخ هذا هو المقصود إذن هذا فيما يخص هذه الفقرة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.